وسط الانخفاض الملاحظ لدرجات الحرارة هذه الأيام، يزداد إقبال المواطنين على المركز الصحي هنا في مدينة روسو، حيث تكثر الإصابة بنزلات البرد التي تصاحب عادة فصل الشتاء، وما يتطلب التقيد بمزيد الإجراءات الوقائية خاصة من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. من أهم الفترات لأنها فترة شتاء، فترة نزلات برد شديدة، ونحن بطبيعتنا الموريتاني أولا ما نلبس اللباس للبرد ولا نتغذى وتغذية البرد، والوقاية صار قاعدنا عزل المرضى محظور. إيش لا نقوله في المجال اللي نقدر نقول فيه عن الرجاج بعد يا أخي يقولوا إيش يسوى شنو أبسط شيء، يقول ما عاد أقرب نقطة صحية حلاه، وإلى عاد حلاه مركز صحي قيسو، وإلى عاد حلاه مستشفى قيسو. يعني العلاج مبكر لكل المرض يقضي عليه قضاء، يخلف يسلك من مخلفات المرض. منين يعود التشخيص مبكر والاهتمام مبكر بالحالة المرضية اللي اختاب ترقال، ويجيبوا البلد علاج يدور بين الله تعالى عودة خف من جميع الروايات كاملة. ويرى مراجع المركز الصحي أن السبيل الأمثل للوقاية من هذه الأمراض الموسمية هو اتباع الإرشادات الطبية والالتزام بمعايير السلامة الصحية الموصى بها. من عنها ركاتية هالبرد وهذا الأمراض المدي حاجات يحطفها على الشاشر عورا، يحطفها على البياس ويحطفها على كيلو. هذا البرد بالنازل حد عسريه وعسر عياله وتركته كاملين، تحافظ عليهم ودهنهم ولبسهم شدافي ودخل من القرى عند البرد، البرد الناس كاملة قام بها الحمى حالا طايح بالناس خاطبة بالقاشوش، وطينا خير وعافية الناس كاملة مساوي لك بمساوي صغير حد عسري عسري راس. وتؤكد الجهات الصحية ضرورة التركيز على تناول الأغذية الصحية في مثل هذه المواسم، حيث تساعد على اكتساب الطاقة اللازمة للجسم. ناحية الأخرى نختار الناس تحافظ على تركة، هاي فئات هشة من المواطنين ضعاف كيف المرأة والطفل، تحافظ عليهم دائما. المرأة عندها فترات يحافظ عليها حتى لأنها متعرضة، ويشير ملي قاعد يحافظ عليه في الزمن كامل خاصة فترة الشتاء. ناحية الأخرى يحافظوا ملي على نوعية الغذاء اللي عملوا له، عود الغذاء دائما جيد، عود محافظ عليه معروف وقته، ويساعد في الطاقة اللي يحتاجها الجسم. النقطة الثالثة عدم اختلاط مع المرضى الآخرين، هذا قاع واجبنا كل وقت. هي إذن موجة برد فرضت على كثيرين تغيير نمط حياتهم لتفادي بعض العادات التي تؤثر على صحتهم في مثل هذه الظروف. لقناة الموريتانية محمد دولياتما، مدينة روسو.